أهلا بكم في الساعة الثانية من العالم الليلة، إليكم العناوين. هجوم ضواحي موسكو، روسيا ترفض تبرئة كييف وتعتبر نفي واشنطن لتورط أوكرانيا بمثابة الدليل. وسط خلاف عملية رفح، وزير الدفاع الإسرائيلي يتجه إلى واشنطن، وجنرال إسرائيلي يؤكد أن العملية لن تتم إلا بموافقة أمريكا. الديمقراطيون يسعون إلى صيد ثمين، محاولة صعبة من حملة بايدن لاقتناص فلوريدا في الانتخابات الرئاسية. العربية تكشف أسرار دولة البغدادي، الفتيات الأيزيديات المختطفات يؤكدن أن نساء البغدادي كن وراء تجارة السبايا والإذلال. أهلا بكم. أهلا بكم. يوم حزين في روسيا، البلاد في حالة حداد وطني بعد الهجوم الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو تحت عنوان نحن نحزن. طبعت الملصقات في العاصمة الروسية التي أصبحت تشهد حركة نادرة من المرة بعد الهجوم الصادم. لا تزال روسيا مشاهدين تحاول إحصاء قتلاها، اليوم ارتفع هذا العدد إلى 137 شخص، تم التعرف على 62 منهم، وتتواصل عمليات البحث في أنقاض المبنى الذي دمرته النيران وأنهار سقفه جزئيا باستخدام معدات ثقيلة في مهمة قد تستغرق أيام. المهاجمون الأربعة الذين تم القبض عليهم بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا من المتوقع أن يمثلوا أمام القضاء خلال الساعات القادمة. من موسكو كاتيا طعمة، مراسلة العربية. كاتيا، هل تكشف أي جديد في التحقيقات مع المشتبه بهم؟ منذ ساعات تم نقل جميع المشتبه بهم المشاركين في عملية الهجوم الإرهابي على مركز روكوس التجاري، طبعا تم نقلهم إلى مكتب التحقيق من أجل بدء التحقيقات معهم حول طبعا من يقف كان وراء هذه العملية. حتى الآن لم تكشف السلطات عن أي معلومات جديدة حول هويتها، ولكن كما تحدثت وسائل الإعلام الروسية مرارا عن أنهم من طاجيكستان، وكان طبعا كانت قد حملت أو بعض الخبراء العسكريين كانوا قد تحدثوا عن أن كييف كانت أو السفارة الأوكرانية في طاجيكستان كانت تحاول تجنيد بعض المواطنين من هذه البلاد خلال الأشهر السابقة من خلال إعلانات تم نشرها على موقع السفارة الأوكرانية. طبعا هذا يعزز اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تحدث عنها خلال كلمته التي وجهها إلى الشعب بسبب هذا الهجوم الإرهابي. تحدث عن أن كييف كانت ستفتح الأبواب لهؤلاء الإرهابيين في حال فرارهم ودخولهم الأراضي الأوكرانية. محمد. كاتيا طعمة، مراسلة العربية، تحياتي إليك، كنت معنا من موسكو. روسيا حتى الآن مشاهدينا تجنبت القبول برواية أن داعش وراء الهجمات، لكن للتنظيم العديد من المبررات لكي ينفذ هجماته ضد روسيا، فهو يخوض مواجهات معها في أكثر من منطقة جغرافية. تعد سوريا هي الساحة الأبرز، حيث تعرض داعش لهزائم متتالية على يد روسيا التي تحالفت مع بشار الأسد، وذلك منذ التدخل الذي بدأ في سبتمبر عام 2015. في أواخر الشهر الذي تلاه، أي أكتوبر، أعلن داعش مسؤوليته عن زرع قنبلة على طائرة كانت تقل سياح من شرم الشيخ في مصر إلى سان بطرسبورغ في روسيا، ما أدى إلى مقتل 220 روسيا. لكن روسيا مشاهدين واصلت حربها على داعش في سوريا تحديدا، ولعل الهزيمة الأبرز كانت خلال هجوم تدمر في 2017 حينما تمت استعادة المدينة من التنظيم. الآن
نتجه إلى أفريقيا ومالي تحديداً. تدعم روسيا القوات الحكومية هناك عبر مجموعة فاغنر في مواجهتها لداعش الذي ينتشر في شمالي البلاد، ونحن هنا نتحدث عن مالي. العلاقة الروسية مع داعش معقدة ومعقدة جداً، ففي 2017 قال بوتين إن حوالي 4000 روسي 5000 آخرين من دول آسيا الوسطى ذهبوا للقتال في سوريا. حسب المسؤولين الروس فمنفذي مذبحة كراسنوغورسك الأربعة هم من طاجكستان في آسيا الوسطى، فيما تؤكد مصادر غربية أن طاجكستان، أوزبكستان، قرقيزستان توفر مجموعة من المجندين لداعش منذ فترة طويلة. هذا وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أن تنظيم داعش خراسان فقط هو المسؤول عن الهجوم. No, and first let me start by saying what has happened in an act of terrorism and the number of people who've been killed is obviously a tragedy and we should all send our condolences to those families. No, there is no whatsoever any evidence and in fact what we know to be the case is that ISIS-K is actually by all accounts responsible for what happened. رغم وسائل الإعلام الروسية ورغم ما قالته حتى يعني طبعا المسؤولين عبروا عن شكوكهم في ضلوع أوكرانيا بشكل أو بآخر بهذا الهجوم. السبب الأول يعود لتحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية التي نقلتها سفارات بريطانيا وفرنسا قبل أسبوعين بخصوص خطر هجمات على مسارح وقاعات حفلات في موسكو. كذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انتقدت عدم مشاركة واشنطن للمعلومات مع موسكو، وانتقدت أيضا تبرئة البيت الأبيض لأوكرانيا من الهجوم، خاصة وأنها اتهمتها بالتحول لعراب للإرهاب الدموي حسب وصفها. هذا الملف أناقشه مع ضيفي بعد قليل رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح، نسأله الكثير من الأسئلة المرتبطة بهذه القضية المهمة. أهلا بك، لقد وصلنا الآن سيد رياض قهوجي. سأسألك عن يعني ما تحدث عنه بوتين وميدفيديف حول الاتهامات لأوكرانيا، ولكن أود أن أذهب لي عبد الجليل وليستعرض علينا يستعرض لنا بعض النقاط المرتبطة بهذه العملية، ولعل بالتحديد هي مسألة الرايات الكاذبة. نعم، بدأت خيوط الرواية الرسمية في روسيا تنسج تدريجيا، إذ وصف التلفزيون الرسمي العملية بفالس فلاغ، وهو مصطلح يعود للقرن السادس عشر حين بدأ القراصنة في حمل أعلام دول أخرى على سفنهم من أجل تنفيذ هجماتهم من أجل التمويه طبعا عن هويتهم الحقيقية. وبالعودة إلى منبع الشكوك الروسية، هذا البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية، السفارة الأمريكية في روسيا طبعا، ويحذر الرعايا الأمريكيين في 7 مارس من الأماكن التي تشهد تجمعات ومن المسارح وأيضا الحفلات التي ربما ستشهد هجمات إرهابية. التحذير تحدث عن الساعات 48 المقبلة، أي ينتهي التحذير في 9 مارس، وروسيا اعتبرته ربما ارتفاعا طبيعيا للتهديد الإرهابي مع اقتراب الانتخابات. لكن الذي حصل حصل بعدها بكثير، ولكن روسيا قالت بأنها لم تتحصل على أي معلومات من القنوات الرسمية. السبب الثاني الذي جعل الروس يشكون في ربما في رواية مغايرة للرواية الكلاسيكية التي ترافق أي هجوم إرهابي يتبناه داعش هو الهجوم بحد ذاته. فبعد مباشرة بعد الهجوم نشاهد أن كروكوس سيتي هول، هذه حدود مدينة موسكو، هو في ضواحي موسكو ولكنه يقع إداريا لكراسنوغورسك، ولكنه يبعد مسافة طريق واحدة عن موسكو، أي 10 كيلومترات عن الكريملين. مباشرة بعد تنفيذ العملية، عكس عمليات داعش السابقة
حاول المنفذون الفرار ولم يقاوموا إلى النهاية. القوات أو المنفذي العملية تم تحديد موقعهم بعد 3 ساعات من تنفيذهم للهجوم بالقرب من مدينة بريانسك بعد أن التقطتهم كاميرا مرورية بسبب تجاوزهم للسرعة القانونية. والمعروف بأن بريانسك هي قريبة جدا من الحدود الأوكرانية، قريبة أيضا للأمانة من الحدود البيلاروسية، وهذا ما استغلته أوكرانيا لتؤكد بأنهم كانوا أيضا أقرب إلى الحدود البيلاروسية بعد أن اقتربوا بلا مسافة خطيرة من الحدود. هنا بدأت الاستخبارات الروسية في ملاحقتهم. نذكر بأنه في بداية العملية كانت الحرس الروسي أو روسك فارديا كانوا هم يتولون المهمة، لكنهم بعد فرارهم تولى الأمن الداخلي الروسي أو FSB العملية. في النهاية تم اعتقالهم بعد أن غادروا الطريق الرئيسي، هذا الطريق السريع المؤدي إلى أوكرانيا، وحاولوا الالتفاف إلى الغابات وتم إلقاء القبض عليهم في هذه الغابات قرب هذه القرية توبلوي. وهنا اعترفوا بأنهم تلقوا أموال لأجل تنفيذ الاغتيالات التي شاهدناها أو الجريمة التي شاهدناها. أيضا الشخص الذي تواصل معهم هي جهات خارجية خارج روسيا. بوتين أكد أيضا أنهم كانوا على اتصال مع جهات أوكرانية من أجل فتح معبر آمن لهم للدخول. هذه هي المعلومات التي لدينا إلى حد الآن. محمد، عودة إليك. شكرا عبد الجليل. وأبدأ من حيث انتهى عبد الجليل، يعني هذه الاتهامات من بوتين وحتى ميدفيديف لأوكرانيا بأنها ضالعة في هذه الهجمات، على ماذا استند بوتين يعني في هذا الاتهام؟ يعني سمعنا لما هي الحجج التي تستخدمها روسيا اليوم، يعني بغض النظر إن كانت هذه الفرق فعلا داعش، أرسلتها داعش الأهداف إلى آخره، روسيا رسميا والإعلام الروسي وحتى وسائل التواصل الاجتماعي القريبة من النظام تبنت أن هناك رابط بين هذه المجموعة وأوكرانيا. طيب. وبالتالي هناك اليوم روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا، وبالتالي هي ستسخر أقدام مجموعة إرهابية للصق التهمة التعامل مع الإرهاب داخل الرأي العام الروسي، محاولة تجيش الرأي العام الروسي. اليوم هناك تغيير في الكلام داخل روسيا أو الخطاب في روسيا عن الحرب، لم يعد هناك كلام عن عملية خاصة، بل بدت هناك حرب الآن مع أوكرانيا. وبالتالي يعني بغض النظر ما هي الحقيقة، بالنسبة اليوم لروسيا هذه مجموعة لها ارتباط ما مع أوكرانيا، ويتم التعامل اليوم على هذا الأساس. إذن فرضية الراية أو الرايات الكاذبة هي فرضية قائمة، يعني في هذه الحالة تحديدا أن تنفذ جهة وتقوم جهة أخرى بالتبني. طبعا، يعني أولا هناك علامات استفهام عديدة من حتى المراقبين والخبراء الذين يتابعون المجموعات الإرهابية مثل داعش عن طريقة تصرف المنفذين، قدومهم لا يتكلمون الروسية، وصولهم وحصولهم على الأسلحة في بلد في حالة حرب، المفروض أن هناك في تشدد لنقل أسلحة، واستسلام الجميع. يعني الجميع، هناك تاريخ داعش، مقاتلين داعش، أنهم مقاتلين انغماسيين يقومون ينفذون عمليات بشكل انتحاري وينتهي لا أحد، يعني قليل ما تم أسر أي منهم، تم أسر الجميع، لم يقتل أي أحد منهم. وهناك علامات استفهام، هل داعش اليوم توظف من قبل مخابرات دولية لتنفيذ عمليات؟ هل تحولت إلى وكالة لمرتزقة تقبض ومن ثم هي تعترف وترفع كما أشرنا نسميها بالراية الكاذبة؟ لأن أوكرانيا في نفس الوقت تقول أن المخابرات الروسية هي من قامت بتكليف داعش وهذه المجموعة لتنفيذ هذه العملية لمآرب خاصة لروسيا في حربها مع أوكرانيا. طيب، أنا أشكرك رياض قهوجي، مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح. شكرا.
الآن إلى موضوع آخر. وزير الدفاع الإسرائيلي يطير إلى العاصمة الأمريكية في وقت تشهد علاقات واشنطن وتل أبيب توتراً متصاعداً مع إصرار الأخيرة على اجتياح رفح، وأيضاً في ظل استمرار الحرب على غزة. العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح أهم ملف أمام وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال زيارته للولايات المتحدة، خاصة مع الرفض الأمريكي لها وسط صعوبة تجنيب المدنيين الآثار المترتبة على العملية العسكرية. ومن المتوقع مشاهدين أن يناقش جالانت مع مسؤولين أمريكيين أيضا ملف المساعدات الإنسانية، وأيضا التأكيد على أهمية استمرار نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل في وقت تحدث التقارير عن احتمالية وقفها. كما سيبحث وزير الدفاع الإسرائيلي مع مدير CIA العائد من الدوحة، كما تحدثنا سابقا ويليام بيرنز، الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل. على أي حال، دعونا نعود لموضوع العملية العسكرية في رفح مشاهدينا، وهو طبعا محور جدل بين إسرائيل والولايات المتحدة. كما ذكرنا، الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن رئيس أركان سلاح الجو السابق نمرود شيفر إن مسؤولي الجيش الإسرائيلي على علم أن أي عملية في المدينة الجنوبية لن تتم دون موافقة أمريكا. إسرائيل تسعى للقضاء على حماس من خلال عملية رفح حسب ما تقول الحكومة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي حضر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي قال إنه حتى بعد العملية العسكرية في رفح ستبقى حركة حماس موجودة. هذا كان حديث الوزير بلينكين، لكن كيف ردت إسرائيل على هذا الأمر؟ بلينكين دعا للامتناع عن العملية طبعا لعدم توسيع رقعة ما أسماها الفوضى في المنطقة. إذن مشاهدينا، الرد الإسرائيلي كان من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كابينة الحرب، وقال إن حركة حماس لا ترغب بالسلام خلافا لسكان غزة من غير مؤيدي الحركة. وفي أكثر من مناسبة أعاد رئيس الوزراء نتنياهو على الهدف الرامي بتدمير حماس وتحقيق ما يطلق عليه النصر الكامل الذي اعتبر أنه أمر ممكن. لتحقيق هذه الغاية يرى نتنياهو أن الوصول يتطلب دخول إسرائيل إلى رفح لتفكيك كتائب حماس المتبقية في جنوب مدينة غزة، حتى وإن كان يحتمي فيها أكثر من 1,000,000 شخص. وتبقى هذه العملية هي مصدر قلق دولي بطبيعة الحال، خاصة بعد مقتل أكثر من 32,000 فلسطيني في القطاع بحسب أرقام وزارة الصحة. بالأمس ذهبت إلى معبر رفح لأسلط الضوء أمام العالم على معاناة الأطفال الفلسطينيين في غزة والنساء والرجال الذين يناضلون ليحيوا وسط الكابوس في غزة. العالم بأسره يعرف أن الوقت حان لإسكات الأسلحة ولإنجاز هدنة إنسانية، كما كانت لي زيارة لن تنسى للجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش الذين يتلقون العلاج لجراحهم التي سببتها الحرب الوحشية. دعوني أكون واضحاً، لا شيء يبرر أحداث 7 أكتوبر، لكن أيضاً لا شيء يبرر العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني. معنا من القاهرة دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية. دكتور طارق، يعني أهلا بك. قلت في مقالك الذي طلعت عليه قبل يومين أن الإدارة الأمريكية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الرؤى الأمنية المشتركة بالتنسيق مع إسرائيل، وإن بدت الخلافات في الواجهة السياسية. يعني هل ترى حقا أن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي الحالي هو خلاف مضخم إعلاميا، أي خدعة مشتركة بين الجانبين؟ هو بالتأكيد حضرتك حجم الخلافات تبقى خلافات شكلية وتباينات شكلية، لكن في المضمون هناك اتفاق جمعي بين الطرفين بشأن استمرار العملية العسكرية والوصول بالعملية إلى مراحلها المختلفة بصرف النظر عن التحفظ على إتمام عملية يعني رفح ودخول رفح وما إلى ذلك. الإدارة الأمريكية كما تعلم حضرتك طرحت رؤى وأفكار بدائل طرحها بلينكين، وسيطرحها بطبيعة الحال وزير الدفاع الإسرائيلي
في الولايات المتحدة ومن قبل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية. هناك حوار استراتيجي جائر خلال الساعات الأخيرة بين واشنطن وبين تل أبيب حول هذا الموضوع، بمعنى التعرف على الخطط العسكرية والاستراتيجية والبدائل المطروحة سواء كانت إنسانية أو سواء كانت عسكرية أو استراتيجية. وهناك تعاون مشترك بين الطرفين متعلق بالتعاون اللوجستي والاستخباراتي في الأرض والقيام بعمليات نوعية في عمق القطاع دون الحاجة إلى عملية عسكرية، لأنه طبعا في صعوبات كبيرة في هذا الإطار. يعني لدي تعليق هنا في هذه الجزئية، أطلب من الزملاء يعني تجهيز ما قالته نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس حول يعني هذه النقطة تحديدا. دعونا نستمع. And so we've been very clear that it would be a mistake to move into Rafah with any type of military operation. A mistake, but would there be consequences if he does move forward? Well, we're going to take it one step at a time, but we've been very clear in terms of our perspective on whether or not that should happen. Are you ruling out that there would be consequences from the United States? I am ruling out nothing. قالت مباشرة السيدة أنها لا تستبعد أي شيء. تعليقك. يعني في كل الأحوال إسرائيل لن تستطيع أن تذهب إلى عملية كاملة أو عملية نهائية، وستكتفي في تقديري الشخصي بطرح البدائل والخيارات تهدئة لموقف دول الجوار ومصر تحديدا، لكن في نفس الوقت ستحتفظ بحقها في الرد سواء نجحت المفاوضات الدوحة. فبطبيعة الحال سيؤجل العمل العسكري لعدة أيام، ربما إلى ما بعد شهر رمضان بعدة أسابيع، يعني بنتكلم بعد 40 يوم. ما قبل ذلك لن تستطيع إسرائيل القيام بعمل عسكري كامل. يعني هناك إجراءات عديدة في هذا الإطار وصعوبات وإشكاليات على الأرض، سحب المدنيين من الجهة التي ستقوم بنقل آلاف الأسر وغيره. لكن التصور الإسرائيلي الأمريكي إخلاء المدينة، معنى أنه ربما تكون في أفكار أمريكية بالفعل إسرائيلية في هذا الإطار، تطهير المدينة، إخلاء المدنيين، ثم بعد ذلك التعامل مع هذه المنظومة. أما في مجال التعاون الأمني الاستخباراتي الاستراتيجي اللوجستي سيشمل الأطراف المعنية، سيشمل مصر وإسرائيل والولايات المتحدة على غرار قوات متعددة الجنسيات أو قوات ثلاثية بين الأطراف الثلاث في مرحلة الترتيبات الأمنية. لكن الترتيبات الأمنية في عمق القطاع تمت وتتم الآن من خلال طبعا شق الطريق ممر نتسرم، وهذا الممر حضرتك في هذا الإطار شطر القطاع، يعني الترتيبات الأمنية دخلت حيز التنفيذ بمباركة أمريكية إسرائيلية مشتركة في هذا الإطار، وبالتالي لسنا في حاجة إلى وقف إطلاق النار لتبدأ هذه الترتيبات. وبالتالي حتى المفاوضات إذا استمرت بالمرحلة الأولى وتم صفقة تبادل المحتجزين والأسرى لن توقف إسرائيل عن الاستمرار في أعمالها، لأن القوات الإسرائيلية على الأرض حضرتك وفي مناطق التماس الاستراتيجية لن يكون هناك انسحابات من عمق القطاع امتداداته الاستراتيجية المختلفة. دكتور طارق فهمي، تحياتي إليك، كنت معنا من القاهرة. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. العربية تكشف كيف أدارت نساء داعش تجارة السبايا. أهلا بكم من جديد في الساعة الثانية من العالم الليلة، إلى وقفة مع أبرز الأخبار. أفاد مراسل العربية باستهداف الجيش الإسرائيلي لأحياء مختلفة من مدينة خان يونس جنوب غزة بقصف عنيف، وأن الدبابات الإسرائيلية في المنطقة توغلت في محيط جامعة الأقصى وحي الأمل ومحيط مجمع ناصر الطبي. أدان الاتحاد الأوروبي إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، ووصفها بالانتهاك الخطير للقانون الإنساني الدولي. أفادت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ باليستية بالقرب من ناقلة نفط صينية في البحر الأحمر أمس، الأمر الذي أدى إلى إصابة الناقلة بأضرار طفيفة. أفادت الدفاع الروسية بأن قواتها الجوية نفذت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة لمنشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدلي بتصريحات حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا من أجل إرضاء واشنطن واستفزاز الحلفاء في الناتو.
كشفت مصادر عراقية أن هناك حراكاً داخلياً وخارجياً يهدف إلى وقف التصعيد السياسي بين بغداد وأربيل، وثني الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم. أعلن الحرس الوطني التونسي انتشال جثتين لمهاجرين غير نظاميين وإنقاذ أكثر من 600 شخص آخرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية. الآن إلى موضوع آخر، انتزاع الشعلة الجمهورية من فلوريدا، هدف جديد قد لا يكون واقعياً على لائحة نشاطات الرئيس الأمريكي جو بايدن. هذه الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة هي محل إقامة دونالد ترامب، واتسمت بميلها أكثر للمحافظين على مدى عقود، غير أن بايدن يسعى لتحويل خصمه من لاعب هجوم إلى مدافع على أرضه وإجباره بالوقت نفسه على فتح جيبه وإنفاق الأموال القليلة أصلاً. فلوريدا مشاهدين تميل أكثر للجمهوريين منذ الثمانيات باستثناءات نادرة طبعاً، إحداها عام 2012 حين فاز هذا الرجل الظاهر على الصورة باراك أوباما، لكن فارق الفوز الضئيل بين المتنافسين في دورات انتخابية متعاقبة أهلها للانضمام للولايات المتأرجحة التي تحتدم فيها المنافسة. فلوريدا مشاهدين ومنذ سنوات تشهد إقبالا ضعيفا للناخبين الديمقراطيين على التصويت، وهم بالأصل أقل من عدد الناخبين الجمهوريين ب 850 ألف ناخب نشط مسجل، ما يثير الشكوك بجدوى استثمار حملة بايدن بكثافة فيها. المحرك الأساسي لخطط الديمقراطيين في فلوريدا يتمثل باعتقادهم أن أجندة ترامب لا تحظى بشعبية، خصوصاً أن دعم الأخير انخفض بمقدار 14 نقطة في الانتخابات التمهيدية مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات، أي أن واحداً من بين كل 5 ناخبين في الحزب الجمهوري صوت لمرشح آخر غير الرئيس السابق. تركيز حملة بايدن على فلوريدا شمل مبادرة تستهدف الناخبين اللاتينيين، وهم فئة تصوت أغلبها لصالح الديمقراطيين. على ماذا يراهن بايدن؟ رهان بايدن على فلوريدا قد يكون خاسرا، لكنه اغتنام لفرصة غير محددة ومحاولة ذكية ومنطقية لاستنزاف أموال حملة ترامب وفق مراقبين. فالرئيس السابق لا يملك الموارد، لذلك إجباره على الدفاع عن فلوريدا في ظل ضائقته المالية سيساعد منافسه الديمقراطي في ولايات أخرى، لا سيما أن التركيز على الولايات المتأرجحة الأخرى يبقى أولوية وفق مسؤولين الديمقراطيين. هذه الولايات التي تظهر الآن أسفل على شاشة العربية، هؤلاء المسؤولين الديمقراطيين أكدوا أن الاستثمار الحقيقي في ساحات القتال الرئيسية هي في أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن وميشيغان، التي أنصفت مرشحهم في الانتخابات السابقة وأوصلته للبيت الأبيض. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، تفاصيل صادمة مشاهدينا كشفت عنها المقابلات التي أجراها الزميل ماجد حميد مع من كنا في يوم من الأيام مختطفات لدى تنظيم داعش بعد عملية الموصل. الروايات تكشف كيف كان هذا التنظيم مجرد كيان قائم على المصالح الشخصية والإتجار بالبشر وإهانة النساء وإذلالهن. انحصر التنظيم في سوريا والعراق، لكن الآثار المدمرة التي خلفها أثناء سيطرته لا تزال باقية حتى يومنا هذا. نعم، كانت حياة قاسية في تلك الفترة، بقيت 3 أشهر في أيديهم، أعتبرها كأنها 10 سنوات، أعتبر أن نصف عمري قضيته في قبضتهم، لأننا لم نرى أنفسنا كبارا، كنا صغيرات، عندما خطفونا كانت الألعاب لا زالت في أيدينا. كانت حياة قاسية جدا، يعاملون بالضرب 24 ساعة، كنا مجرد خادمات لديهم، لذلك أدركت أنني كل يوم سبية في مكان. حاولت أن أهرب منهم لأن الهرب أرحم من العيش تحت رحمتهم وهم يبيعونني واحد للآخر. نعم، ريهام كان عمرها 9 سنوات
ورحى 12 سنة. طبعا زوجة البغدادي لم تذكر أننا كنا خادمات ويعاملوننا بالضرب، كلنا شاهدنا ذلك بعيوننا. يعني أو قالك شويوات، هي تتحدث بطريقة واثقة من نفسها وكأنها بريئة، كأنها لم تفعل شيئا للأزيديات، كأنها صالحة، لكنها كيف تسمح؟ أبو بكر البغدادي يقوم باغتصاب كل فتاة ثم يقومون ببيعها لغيره، لا يوجد واحدة تخرج من بيته دون أن يقوم باغتصابها. هذه الروايات الصادمة لكل الفتيات تكاد تكون متطابقة، ما يدل على منهجية التعذيب التي اتبعها البغدادي وزوجاته من أجل إلحاق الأذى بالفتيات. المعاملة النساء كانت أصعب من معاملة الرجال في عند الدواعش. أنا كنت أبقى أكثر شيء عند زوجتي، ومعاملتها كانت كثير مزينة وياي، استخدمتني كخادمة، استخدمتني كسبية، استخدمتني كعبيدة، استخدمتني عدة أشياء، كانت تجهزني لزوجها ليغتصبني، كانت تجهزني للبيع لأن زوجها يبيعني، فمعاملة النساء هنا كانت أصعب من معاملة الرجال. نعم، بعد ذلك انتقلت من المغربي إلى شخص مغربي آخر. نعم. كيف حدث ذلك؟ بعدها بعد سنتين هو أعطاني هدية لصديقه أبو محمد المغربي. أما الناجية الأزيدية سعاد درويش محمد أكدت للعربية تعرضها للبيع أكثر من مرة من قبل عناصر داعش وزوجاتهم في سوريا والعراق. أول شيء لما أخذوني على سوريا كان واحد اسمه أبو همام، ضليت شهرين عنده، بعدين بعني لأبو أيمن العراقي، ضليت سنتين عنده كمان، وبعني لواحد أبو هادي، بس مو أبو أيمن بعني. هذول النسوان اللي يقولوا نحن أبرياء، هنن مو أبرياء، لأنه نسوانهم باعوني. السورية والعراقية كان يتكاونوا منه يبيعني أغلى، لأنه هذا الشيء هيك يسوون معانا ويطلعون بالمقابلات ويحكون نحن ما سوينا لهم شيء، كنا نخدمهم، كنا خدامات عندهم. لا، أنت كنت لدى زوجة أبو بكر؟ لا. نعم. يما أبو أيمن العراقي. نعم. فلما مات هو زوجاته باعوني، واحدة سورية واحدة عراقية. مباشرة نتجه إلى بغداد معي أمير الدعم المحامي والقانوني. أهلا بك. قانونيا كيف يمكن أن ننظر لهذه الشهادات للفتيات التي ظهرن في هذه المقابلات؟ نعم، تحيلك سيدي الكريم وتحيل مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني أولا كنا كلنا نسمع عن بشاعة تنظيم داعش وما أجرمه بحق العراقيين وكل من كان تحت وطأة هذا التنظيم البشع، لكن حقيقة هذه الشهادات فاقت كافة التصور والخيال الذي كان يمارس من قبل تنظيم داعش من إجرام حقيقي بحق الأزيديات وبحق السبايا وبحق من كان يعني تحت مظلة هذا التنظيم البشع. وبالتالي هو أدحض جميع ما كانت تدعيه زوجات البغدادي، بنات البغدادي، وحاولا في أكثر من مرة التملص من المساءلة القانونية. وبالتالي أنا أعتقد لا كلام بعد كلام المجنى عليهن الآن وشهادات بحق هذا التنظيم وزعيم هذا التنظيم ومن كان ينطوي تحت هذا التنظيم. وبالتالي جرائم هذا التنظيم التي وثقت الآن بالصورة والصوت من قبل كاميرا العربية أعتقد هي أكبر دليل على أنه هذا التنظيم هو تنظيم يفوق الخيال بالإجرام، ولا يمكن أن يوصف إجرامه كاتب أو يعني سيناريست معين يمكن أن يرسم صورة إلا ما ادعته وما تكلم به هؤلاء الناجيات. صحيح، صورة قاتمة. يعني أدعوك لتستمع معي لمقالته الناجية الأزيدية أديبة مراد حول دور نساء داعش في التنظيم، استمع معي. إذا جينا على الدور النساء، هما كانوا قوائد، هما كانوا عندهم كتيبات مثل كتيبة خنساء وكتيبة حسيبة. أنا اندربت على أيادي النساء على السلاح، وكانوا يدربوني على السلاح. إذا جينا على دورهم، هما كانوا يستخدمون أحزمة ناسفة حتى احنا نفجر حالنا إذا صار شيء، يفجرونا. إذا جينا على دور النساء، هما كانوا
يشتغلون في الحصبات بالشوارع ويدلوا الطريق الدواعش للناس. كيف يمكن ملاحقة نساء التنظيم سيد أمير يعني بعد كل هذه الإفادات الصادمة؟ يعني الحقيقة نساء التنظيم لا يقلن إجراما عن ما فعله رجال التنظيم أنفسهم. يعني أستاذ طاهر تعرف أنت في كتب التاريخ قرأنا عن ما فعله التتر والمغول في بغداد، دمروا المكتبات، دمروا الحجر، كل شيء دمروا، لكن لم يصل إلى يعني إجرام التتر ما فعله داعش في احتلال المدن الثلاث. هو انتهك الطفولة، انتهك الحرمات، انتهك كل شيء، وبالتالي نساء داعش لا يقلن إجراما لم يكن لهن السطوة الكبرى في عملية تجنيد وعملية إرغام وعملية اغتصاب وغيرها من الأمور الأخرى. سوق النخاسة الذي أنشأه داعش في بيع النساء والسبايا الأزيديات والعراقيات مسؤول عنه نساء، وبالتالي لا يقلن إجراما عن ما فعله الرجال من قتل وسبي وغيرها من الأمور الأخرى. وبالتالي ما يقع على الرجال يقع على من انتمى تحت لواء هذا التنظيم إن كان رجل أو امرأة من عقوبات، وهو ما نص عليه قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب رقم 13/2005 الذي يحكم بالإعدام شنقا حتى الموت لكل من ينتمي إلى تنظيم إرهابي، فما بالك بتنظيم إرهابي طيب. مثل تنظيم داعش. بمعنى أن هذه الإفادات يمكن أن تؤسس لفعل قانوني ما، صحيح؟ بالتأكيد مجرد الانتماء لمثل هكذا تنظيم إرهابي عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت. أمير الدعم المحامي والقانوني تحياتي إليك، كنت معنا من بغداد. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. العائلة الملكية البريطانية تعرب عن امتنانها للتعاطف بعد إصابة كيت بالسرطان وتطالب بالخصوصية. أهلا بكم من جديد في الساعة الثانية من العالم الليلة، مباشرة نشاهد هذه الصور التي وردتنا من موسكو قبل قليل لمثول المتهمين في إطلاق النار في ضواحي موسكو أمام المحكمة. إذن نتابع هذه الصور لمثول المتهمين في أحداث كروكوس، قاعة كروكوس أو المجمع التجاري كروكوس في ضواحي موسكو، هذا المجمع الذي شهد هذه الأحداث وعمليات إطلاق النار وحرق لهذا المجمع. عدد القتلى وصل إلى 137 شخص وإصابة العشرات. إذن هذه هي الصور الأولية للمتهمين من داخل المحكمة، مثول المتهمين أمام القضاء الروسي في موسكو. إذن سنتابع كل ما يجري من داخل هذه المحكمة، وهذه هي الصور الأولية لمثول المتهمين في هذه الحادثة. بشدة تأثرت أميرة ويلز بعد اكتشافها لإصابتها بمرض السرطان، وبشدة كذلك تأثرت لكن إيجابيا هذه المرة برسائل الدعم التي تلقتها إلى جانب زوجها الأمير ويليام وفق متحدث باسم قصر كينغستون. المتحدث باسم القصر قال إن الأميرين تأثرا للغاية بدفء ودعم الجمهور، مضيفا أنهما ممتنان لفهم طلب الخصوصية في هذا الوقت. زوجة ولي العهد البالغة من العمر 42 عاما وصفت اكتشاف إصابتها بالسرطان بالصدمة الكبيرة، فهذه الأخبار مشاهدين جاءت بمثابة ضربة صحية جديدة للعائلة المالكة البريطانية، لأن الملك تشارلز يخضع أيضا للعلاج من السرطان. ومن غير المعروف كم من الوقت ستتلقى خلاله كات العلاج، لكن من الواضح أنها ستكون حريصة على حضور الأحداث عندما تشعر بأنها قادرة على ذلك، بما يتماشى طبعا مع النصائح الطبية. وحتى هذا الوقت سيقع العبء الأكبر بأكمله على الأمير ويليام، أليس كذلك فلك؟ نعم محمد، الأمير ويليام سيواصل تحقيق التوازن بين دعم زوجته وعائلته من جهة والحفاظ على واجباته الرسمية من جهة أخرى. ومن المقرر أن يعود الأمير إلى مهامه العامة بعد عودة أبنائه إلى المدرسة عقب عطلة عيد الفصح.
ولن يحضر وزوجته قداس عيد الفصح التقليدي للعائلة المالكة في كنيسة سين جورج بقلعة وينسور، والتي يأمل الملك أن يذهب إليها مع الملكة إذا سمحت حالته الصحية. ومن غير المرجح أن يكون تجمعاً عائلياً كبيراً حسب صحيفة التليغراف، إذ أوقف الملك تشارلز مؤقتاً واجباته الملكية العامة. القصر قال إن أميرة ويلز بدأت علاجها الكيميائي في أواخر فبراير، مضيفاً أن إعلانها عن الخبر جاء ليتزامن مع فترة عطلة أطفالها بمناسبة عطلة عيد الفصح. شكراً فلك. ومباشرة أتجه إلى قصر وينسور في لندن مع مراسلة العربية عروب عبد الحق. أسألك عروب، هل همدت العاصفة الإعلامية بعد إعلان كيت إصابتها بالسرطان؟ محمد، يعني هذا الفيديو الذي بثته كيت ميدلتون والذي هو دقيقتين فقط يعني كان جدير بأن يغير اللهجة بشكل جذري في بريطانيا، وتغيير اللهجة التي يعني رأيناها خلال الأسابيع الماضية والتي اختلقت نظريات مؤامرة وتكهنات حول حالة الحالة الصحية لكيت ميدلتون وملابسات اختفائها. يعني من خلال هذا الفيديو استطاعت المؤسسة الملكية واستطاعت أميرة ويلز استعادة السيطرة على هذه القصة واستعادة السيطرة على رواية مرضها، بالإضافة إلى أنها يعني عبر اختيار هذا الفيديو وليس بيان وليس كلمة وليس صورة مثلا من مثل ما رأينا في السابق، استطاعت في النجاح، ربما أهمدت عاصفة هذه التكهنات. وأيضا كانت يعني هذا وكان هذا الفيديو يعني بمثابة ربما توبيخ للبعض ممن شارك في نظريات المؤامرة وهذه التكهنات، طبعا سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل الإعلام التقليدية، بالخصوص الصحف صحف التابلويد وحتى برامج الكوميديا وبرامج السخرية التي وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني هناك في هذه المدينة، في مدينة وينزور وهي مقر إقامة كيت ميدلتون، هناك جو من الحزن، ربما هناك جو من تأنيب الضمير بين الناس بشكل عام بسبب يعني مشاركة البعض ومشاركة يعني البعض في نظريات المؤامرة التي رأيناها خلال الأسابيع الماضية. عروب عبد الحق مراسلة العربية، تحياتي لك. أعتقد أن ما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي كان صادماً للغاية، لذلك رأينا بعض الأشياء الفظيعة تحدث وتقال. الناس لديهم آراء وتعليقات مختلفة، يجب عليهم احترام الخصوصية وما تمر به. إنه أمر مفجع للغاية. لقد مررت بهذه التجربة مع والدي، لذا أعرف هذا الشعور. أتمنى لها حظا سعيدا وأتمنى أن تتعافى قريبا. لقد أصبت بسرطان الأمعاء منذ عامين، وهو أمر صعب بالنسبة لي ولعائلتي، لذا أتمنى لها كل التوفيق. لدي عدد قليل من أفراد الأسرة الذين أصيبوا بالسرطان وماتوا بسببه. يبدو أن الأمر صعب حقا. كان هناك الكثير من نظريات المؤامرة. أسهمت المشاريع الحديثة التي أنجزت في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة في الطرق والشوارع المحيطة وتهيئتها بشكل أكبر للمشاة وقاصدي المسجد النبوي الشريف، وفي مقدمتها مشروع إحياء الساحة المركزية لإثراء تجربة زوار المدينة في موسم الحج والعمرة تحت شعار من المدينة المنورة إلى العالم. وإلى المدينة المنورة وسلطان السلمي مراسل العربية، المشهد من خلفك، يعني أود مشاهداتك آخر التفاصيل فيما يتصل بعملية تفويج المعتمرين في المدينة المنورة. نعم، حتى اليوم أكثر من 13 مليون زائر ومصلي قاموا بزيارة المسجد النبوي، للتو انتهت صلاة التراويح ونشاهد حجم الحشود الكبيرة التي تخرج من المسجد النبوي باتجاه المنطقة المركزية التي نتواجد داخلها حاليا. هذه المنطقة تبلغ مساحتها أكثر من 20,000 متر، تم إعادة تهيئتها وإعادة أنسنتها بشكل كبير جدا ومميز من خلال توفير متاجر مميزة ومطابخ ومطاعم تراعي أكثر من 25 جنسية. أتحدث
نتحدث هنا ممكن دع زميلي نأخذ فكرة أوسع. هذه المطاعم التي هي بجانبي الآن هي عبارة عن مطاعم صغيرة تقدم الأطعمة الهندية والأسيوية والإنجليزية وغيرها من الأكلات الأجنبية التي تراعي الطبيعة وأطعمة زوار المدينة المنورة، لا سيما أن المدينة تشهد أكثر ثاني مدينة في السعودية زيارة في المواسم، تحديدا في موسم رمضان وكذلك في موسم الحج. لذلك تم مراعاة الأطعمة التي تقدم في عمليات الإفطار أو حتى عمليات السحور. أيضا هنالك مراكز لمساعدة كبار السن من خلال مراكز كذلك من خلال تراعي أو تقدم الخدمة ب 11 لغة أجنبية. ناهيك عن الحدائق والمساحات الخضراء التي تنتشر في كافة المناطق المركزية لجذب وتحسين تجربة الزائر والمصلي هنا في المسجد النبوي. نشاهد هذه الأعداد الكبيرة، اليوم يتم تفويج الحشود الخارجة من المسجد النبوي عبر أكثر من 15 مسار، منها 7 مسارات الخروج ومسارات الأخرى للدخول. نتحدث عن أعداد كبيرة زارت المسجد النبوي، أكثر من 13 مليون زائر. من المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد بشكل كبير جدا خلال الأيام القادمة ما بدأ العشر الأواخر. فيما يتعلق بنسب الأشغال في فنادق المدينة المنورة هي ممتلئة بالكامل حتى نهاية العشر الأواخر. نشاهد هذه الحشود الكبيرة جدا التي تخرج من المسجد النبوي يقابلها في المنطقة المركزية محال تجارية، محال لبيع ذكرى والهدايا التذكارية وكذلك غيرها من المستلزمات التي يحتاجها الزوار والمصلين الخارجين من المسجد النبوي على مدار الساعة. طيب، يعني واضح أن الآن عملية تفويج وأيضا عملية خروج المصلين الآن من صلاة التراويح يعني تمضي بإنسيابية ويعني تمضي بسلاسة كبيرة من كافة بوابات الحرم النبوي الشريف. أنا أشكرك سلطان السلمي مراسل العربية، تحياتي إليك من المدينة المنورة. نعيد ونذكر مشاهدينا بمثول المتهمين في حادث إطلاق النار في موسكو أمام المحكمة، حيث وجهت لهم المحكمة تهمة المشاركة في عمل إرهابي جماعي. من مثل الآن أمام المحكمة 2 فقط من المتهمين 4، وهذه هي الصور التي نذكركم بها وستظل في أنظارنا دائما على شاشة العربية، حيثيات هذه المحاكمة للمتهمين. نذكر أن متهمان 2 فقط من المتهمين 4 مثلوا أمام المحكمة، وهذا هو المتهم الثاني. نتابع هذه الصور التي وصلتنا من داخل المحكمة التي مثل فيها المتهمين بالمشاركة بعمل إرهابي في قاعة كروكوس سيتي. العالم الليلة انتهى، القادم خارج الصندوق على شاشة العربية. إلى العناوين: روسيا ترفض تبرئة كييف من هجوم ضواحي موسكو وتعتبر نفي واشنطن لتورط أوكرانيا بمثابة الدليل. وسط خلاف عملية رفح، وزير الدفاع الإسرائيلي يتجه إلى واشنطن، وجنرال إسرائيلي يؤكد أن العملية لن تتم إلا بموافقة أمريكا. الديمقراطيون يسعون إلى صيد ثمين، محاولة صعبة من حملة بايدن لاقتناص فلوريدا في الانتخابات الرئاسية. العربية تكشف أسرار دولة البغدادي، الفتيات الأيزيديات المختطفات يؤكدن أن نساء البغدادي كن وراء تجارة السبايا والإذلال. هل يحيي هجوم موسكو شراسة داعش عالميا؟ وما دور الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان فيما حصل ويمكن أن يحصل؟ ونتابع كذلك تفاصيل من كتاب جديد لجواد ظريف عن ليلة الانتقام لقتل سليماني. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.